شهيوات مجربة وليدة. الحداش وعشرة ديال دقائق ومرحبا بهدى ديالي الخبيرة في الطبخ. طبعا هدى مرحبا بك، السلام عليكم، لاباس عليك؟ صافا حبيبتي، كلشي مزيان الحمد لله، لاباس، بصحة الوريضة، الله يعطيك الصحة. اش غادي تقدمي لنا اليوم؟ اليوم غادي نعطيو الدجاج معمر. الناس اللي عندهم مناسبات العشاء ولا عندنا، حيت عندنا بزاف ديال الطلبات بان بغاو شي حاجه اللي نقدموها في العشاء ولا في الغداء من غير الدجاج اللي كنعرفوه محمر ودجاج طايب، ولا بغاو معمر وفي الفران. نعم، طيب دجاج محمر اولا في الفران. نبداو بدجاج معمر ولا دجاج في الفران؟ بجوج، هو غنعمرو وندخلو الفران. غادي يدار في الفران؟ هي واخا على بركه، على بركه الله. يلا اذا غادي ناخذ ونعطيو مقدار غير الدجاجه، الدجاجه واللي بغى يزيد يضيف. فوالا، اذا الدجاج غادي نعمروه بالخضر بالكفته. حنا متعودين كنديروه دائما، اغلبيه الناس كيكون بلا فيرماسك بالكفته وبالخضره. ماشي مشكل، غادي ديري غير الكفته ديال الدجاج، نعيد علاش من كفته. هو في الحقيقه هو الدجاج خصو يعمر بالكفته ديال الدجاج. اي علاش نديرو جوج انواع ديال طبيعه الحال، جوج انواع ديال اللحوم. ايوا واخا. اذا غادي نديرو، نقدروا نديرو يعني كفته ديال الدجاج، فغادي نقول الخضر كذلك. اوكي، اذا غادي ناخذ العماره، غادي ناخذ المقادير والطريقه في نفس الوقت. ايه، غادي نديرو بصله كبيره مشلده رقيقه. غادي نشحروها، نديرو بصله كبيره مشحره. نعم. ايه، غادي ناخذ خيزو، بطاطا، نعم، قرعه، نعم، جوج حبات ديال البطاطا، جوج حبات ديال الخيزو، جوج حبات ديال القرعه. لما اظن هند كتعلمنا بان خصنا نعطيو المقادير عاد نعطيو الطريقه ياك باش ما يتخالفوش. اوكي، كاس ولاد ما تعرفيش تاخذي المقادير وهذا في بحه وحده في نفس الوقت؟ لا، غتلف سهله، غتلف. يلا عطيها. يا اذا غادي ناخذ بصله كبيره مشلده رقيقه، غادي ناخذ جوج حبات ديال الخيزو صغار، وجوج حبات ديال القرعه، وجوج حبات ديال البطاطا، واحد بورو، شويه ديال الربيع مقطع، واحد شويه ديال الكفته، يعني واحد 10 درهم ديال الكفته، ديال الكفته ديال الدجاج بطبيعه الحال. كنديروا معاهم العطريه اللي هي زائد، كنزيدوا يا اما الشامبينيون اولا شويه ديال الزيتون مقطع. الهريسه لكم الاختيار، بغيتو ديروهم واش ديروها لكم نتوما، حريه الاختيار حبيباتي. غادي ندوزو العطريه ديالها، غادي نديرو نص معلقه صغيره ديال العطريه ديال الدجاج، غنديرو معلقه صغيره ديال سكينجبير، واحد ربع معلقه صغيره ديال البزار، واحد نص معلقه السمن، زيت، زيت الزيتون وزيت المائدة، غير شوية، واحد ربع كاس غير باش نشحرو فيه داك الخضار وداك الشيء. هادي بالنسبة للحشوة، هادي المقادير دابا اللي كنقيدو راه ديال الحشوة ديال العمارة اللي غادي نعمرو بها الدجاج. وغادي ناخدو هنا الناس، حتى الناس اللي يعني كيتبعوا واحد الحمية ولا الريجيم ولا هادي ما بغاوش يديروا الزيت ولا هادي، ممكن الخضار غير تبخر وتشرمل. داكوغ؟ فغادي ندوزو للطريقة. غادي ناخدو البصلة اللي هي عندنا مشلدة، غادي تشحر شويه ديال الزيت، غنضيفوا عليها حتى تشحر واحد شويه، كنضيفوا عليها الخضر كلها كامله وكنشحروها مع، كنعطيوها مده ديال واحد 10 دقائق تشحر. نسيت واحد القضيه اللي مهمه اللي هي دريس ديال الثومه ولا شويه ديال الثومه غبره. من بعد ما شحرنا ديك البصله وشحرنا ديك الخضر مزيان، عطيناها 10 دقائق بوطا ما تكونش مجهده، تكون مهيله، كنضيف السمن، كنضيف الربيع، كنضيف العطريه اللي هي عندي كلها اللي هي عطريه ديال الدجاج، سكينجبير، الابزار، وديك الحبه ديال البوارو كنشلدها رقيقه وكنضيفها، ستون بانها كتعطي واحد النسمه جديده، البوارو كيعطي واحد النسمه جديده في الخضر. من بعد ما شحرناهم مزيان، الملحه من طبيعه الحال، بعد ما شحرناهم صافي وبغينا وحطيناهم باش نديرو، غادي نضيفوا لهم واحد نص معلقه صغيره ديال الموطارد، يعني ما كتشحرش معاهم، مثال اخر كنضيفوها. كناخذ الكفته
ما كنشحرهاش لان الكفته غتعاود ترجع طيب في وسط الدجاجه، فبالتالي ما كاينلاش نرجع نطيبها غتقصح. فناخذ الكفته الدجاج كتكون رطبه خفيفه، فحتى كنشحر ديك الخضر وكنجيب ديك الكفته كنفرتتها وكنضيفها لهم. الناس اللي بغاو يضيفوا شويه ديال الفرماج محكوك اولا شويه ديال الفرماج مثلث او مربع، واحد ثلاثه الحبات الاربعه كالعاده، لا حريه الاختيار. لا الفرماج كيجي لذيذ بزاف منين كديريه في الحشوه، يعني واخا غير داك المثلث ديال درهم درتي جوج ولا ثلاثه كيعطيو ديك الخضر ما كتبقاش ناشفه، كتجينا شويه فازقه معلكه شويه، كتجينا المذاق ديالها حتى هو لذيذ صراحه. فكنخليو الحشوه تبرد، كنعمرو الدجاج. الدجاج قبل ما نعمروه كندهنوه، كنجيو لداخل ديالو مليحه، شويه ديال البزار، عصير ديال الحامض، شويه ديال العطريه ديال الدجاج، وكندهنو داك القلب ديال الدجاجه مزيان، عاد كنعمروها. كنعمروها كنسدوها بلي كيخدم، يعني عويده السنان ولا البرا والخيط، يعني البرا والخيط كدوزيهم في الخل، كدوزيهم في الماء طايب في الاول وكيدوزو في الخل، او غير عويدات ديال السنان كيتسدو بها. كناخذوا الدجاج يا يعني اما كنبخروه، الناس اللي ما كيبغيوش ياخذ بزاف الوقت في الفران فممكن يبخروه يتبخر. اي الماء اللي غنديرو يتبخر غادي ندير فيه باقه مناسبه اللي هي ديال الربيع، واحد الحبه ديال القرنفل، شويه ديال الهيل، الخل ولا الحامض، باش كيعطي واحد التنسيمه في داك التبخار. بعد ما كتبخر كنبخروه ما يبقى واحد ربع ساعة، كنغطيوه كنبخروه واحد ربع ساعة، كنجبدو الدجاجة، كناخدو العطرية اللي كندهنوها بها، هي بصلة محكوكة رقيقة، محكاكة رقيقة، جوج دراسات ديال التومة، الربيع، معلقة ديال الربيع مقطع، شوية ديال البزار، شوية الهريسة، الناس اللي كيبغيو ممكن يتفاداها، وواحد نص معلقة صغيرة ديال العطرية ديال الدجاج. وواحد نص حامضه مرقده غير الهبره ديالها، يعني غير داك الداخلاني ديالها. هنا الراعي بان ملي نكونوا غادي نديروها تبخر ما نديرو فيها لا ملح لا والو، ما ندهنوها بوالو، يعني نبخروها ميم با واحد ربع ساعه، غير شويه يدخل ليها الطياب، حنا ما بغيناهاش طيب، يعني بغيناها تكمل الطياب ديالها في الفران. فمن بعد ما كتبخر كناخذ ديك الشرموله اللي صاوبت وفيهم واحد معلقه صغيره ديال الزبده، واحد شويه السمن، كنخلط هذا الشيء كله وكندهن به دجاجه كامله كندخلها للفران. طيب حنا دخلنا الدجاجه ديالنا للفران واحد ساعه الا روب طيب. نعم ساعه الا روب، مازال شي حاجه اخرى؟ لا صافي كطيب. صافي دخلناها طيب من طبيعه الحال. حنا بما طابت لينا غنمشي. عاود عليك هدى، هي داري الخبيره في الطبخ، دخلنا الدجاجه وخرجناها طابت نحطوها هكاك ساكن. لا راه حنا غادي نحطوها نرافقوها اختي بشي حاجه. لا ممكن تجيناش نحطو الدجاجه هكاك داكشي مباشره في هذه بوحدها؟ لا ما تجيش. فيا اما كنرافقوها بالغراتان او بالخضر، هي ديجا معمره بالخضر فاحسن حاجه. هي ملي كتحط يعني في الطبسيل ديال التقديم يعني في الجناب يفضل انها ترافق بشي حاجه. انا كنرافقها يا اما بزرع ابلي اللي هو بزرع ابلي، يعني اللي كيكون مفوار مصاوب. يعني كنا عطينا الطريقه ديالو كيفاش نحضروه في البيت، يعني ابلي ممكن نحضروه في البيت لان هو الثمن ديالو شويه غالي، فكنا عطينا الطريقه ديال التحضير ديالو باش نحضروه في البيت بحال ابلي تماما. فهو كتجيبيه كتشحريه مع شويه ديال الزبده مع شويه العطريه اولا مع العطريه الباربيكيو. سانتير مصلح؟ سي الروز. الروز سانتير حتى هو الروز كنطيبوه بواحد الطريقه اللي ملي كنحطوه في الجوانب كيجي لذيذ بزاف، اللي هو كناخذوا ديك القشاوج ديال الدجاج اللي حنا بقاو عندنا العنقه والجنحين وداك الجناح الفوقاني اللي كنحيدو ديال الدجاج ملي كنبغيو نحمرو الدجاجه، القنصه، الكبده، هادو ما كنرميوهمش. فاللي ما بغاش فيهم شي حاجه ممكن يتفادى، يعني ما كياكلش القنصه ممكن يتفاداها، واللي ممكن اللي ما كياكلش الكبده ممكن يتفاداها، يدير غير العنقه والجنحين اللي كيكون داك الجناح الثاني. فهادو كيطيبوا بواحد الطريقه سهله مع الروز. وممكن حتى واحد النهار بغيت نصوب العشاء انا خفيف، ممكن غير هادوك تقاطع ديال الدجاج ندير بهم عشاء كيجي لذيذ، واحد الطريقه ديال الروز كتجي لذيذه. فبسرعه غنعطيوه هنا هند، ما غنعطيوش الطريقه والمقادير لان عندنا بزاف الوصفات بغينا نعطيوها. فتاخذوا معايا ورقه في السيلو ولا غير تعقلوا، لا تبارك الله الحاد قالت عندنا راه ممكن كتعقل، تبارك الله ما شاء الله عليها، لان ساهل. غادي ناخذوا بصله مش الدار رقيقه، غادي نشحروها بشويه ديال زيت العود وشويه ديال زيت المائده، شويه اللي هي غادي نديرو الا درنا غير ربعة الروز غندير غير ربع كاس ديال الزيت مخلط بين زيت المائده وزيت الروميه باش ما نلقاوش ديك الاشكاليه ديال شويه ديال زيت المبتدئات. فربع كاس كنديرو بصله، كنديرو معاها دريس ديال الثومه، هذه بالنسبه للرابعه ديال الروز. كنديرو ورقه سيدنا موسى كتغسل وكتضاف،
وكنشحروا مزيان ديك البصله والثومه كيتشحروا مزيان. من بعد كنضيفوا عليهم ديك القشاوش ديال الدجاج اللي هما ديال الدجاج كاملين كنضيفوهم عليهم. من بعد كنضيفوا عليهم العطريه ديال الدجاج اللي هي نص معلقه صغيره ديال العطريه ديال الدجاج، شويه ديال الابزار، نص معلقه صغيره ديال سكينجبير، شويه ديال الربيع مقطع، وواحد نص معلقه صغيره ديال طماطم مركزه مطيشه ديال الحك اللي ممكن نصوبوها في البيت. كنشحروا مزيان، كياخذ الوقت شويه يعني واحد 10 دقائق باش يتشحر. من بعد كناخذوا داك الروز كنضيفوه حتى هو ونشحروه مده ديال واحد 3 دقائق على ديك البصله وداكشي. من بعد ما تشحرات مزيان كنضيف ديك الروز كنبقى نديه ونجيبه. من بعد ما كيتشحر كنضيف عليهم ربع معلقه ربع حامضه غير الهبره، ديك الهبره الداخلانيه ديال الحامض اللي مرقد، هذه بالنسبه للرابعه غنضيفو غير ربع حامضه. نحاولوا ما نضيفوش الملحه كثير لان عندنا الحامض، فغنديروا غير الهبره ديالها. من بعد كناخذوا كنضيف دابا عندي زلافه ديال الروز يعني جوج زلايف ديال الماء، زلافه يعني جوج زلايف ديال الماء كنضيفهم. زائد نسيت واحد القضيه اللي مهمه اللي هي شويه الزعفران حر اولا ضامه نص ضامه ديال الزعفران. كنخلي ذاك الروز كنضيف الماء مجرد انها كتطلع الغليه وغنشوف الصفار عاد تصفر كنقص البوطه وكنخليها مده ديال نص ساعه حتى كتصفر، يعني كنسمع ديك التصفيره دارت في الكوكوط كنقص البوطه كنخليها كطيب ديك نصف ساعه ديالها. كان ملي كنطفي البوطه كنحاول نخليها واحد 5 دقائق عاد نحلها وكنقدمو مباشره لان ما كيبغيش يعاود ترجعي تسخنيه وعاد هذا، فكيف ما يطيب حطيه مباشره قدميه ديريه في الطبصيل وحطيه لوسط الدجاج ودوريه بديك الروز. صدقوني بانه كيجي لذيذ، وفحال قلت لك شي نهار ما فيك ما يصوب شي عشاء ممكن غير هو غير الروز بوحدو هكذاك مع داك التقطعات كيجي لذيذ للعشاء صحة وراحة. شتي النهار اللي لا ما فيك ما تصوبي العشاء ماشي هذا هذيك الاولى اللي كنت عطيتنا الدجاج كيف ما هو ها هو يكون طبعا مغسول ومقاد ومصوب فوق منه العطريه كتخلي الفران سهل هذه اللي ما فيك ما ديري وليكراتان ودير معاهم لي بات وبطاطاتي كتقطع على 4 وتخليها معاه في الجناب بطاطس صافي هذا هو اللي هذيك هي اللي عجبت امينه هذيك اسهل اسهل وصفه في العالم. نقول لهم جيبوا الباربيكيو جيبوا العطريه الباربيكيو عطريه الباربيكيو ولا ما كاينش عطريه الباربيكيو شنو ندير الناس اللي بعاد في مدن ما فيهاش انا راه قلت لك اللي ما عندهمش راه هدرنا وكنا قلنا غنديروا شويه ديال الزعتر شويه الربيع منسيمات ازير المنسمات المنسمات الثومه هادو كلهم منسمات اللي كتنسم لنا باش نديرو بحال اللي قلتي بطاطا كتقسم على 4 وكدير في الجنب ديال هذاك ولذيذة بزاف. تماما. طيب دابا غادي نمشيو باش نستمعوا لقناوه من قناوه اول ستار اللي مجربه ولذيذه شو 35 دقيقة ومازال معنا الخبيرة في الطبخ هدى اليداري وغادي تقدم لنا دابا درنا الدجاج غادي نديرو دابا حرشه ملسه ومن بعد غادي نديرو اللحم طبعا اللي هو طلب بزاف ديال الناس. بالنسبه للاتصالات وبالنسبه للرسائل فالحلقه ديال اليوم غادي تكون بدون اتصالات ولا رسائل على اساس ان شاء الله في الدخله ديال شهر 9 يعني في نص ديال شهر 9 غادي تكون لاكري جديده ان شاء الله. غادي نبداو وغادي تكون كذلك صفحه اللي كيخدموا عليها هي صفحه جديده على الفيسبوك فان شاء الله غتلقاو فيها كذلك كل الوصفات اللي سبق ودرناهم ان شاء الله. وغادي نعطيكم من طبيعه الحال العنوان ديالها باش هكذا تولي تمشيو لها مباشره. يلا هلا لهدى الحرشه غنديروا الكوتي دابا دابا اذا غادي نديروا الحرشه اللي هي كتكون بزاف دابا متوفره لان نعرفوا دابا مع الدخول الدراسي مع الموظفين اللي كيرجعوا للاماكن ديال العمل ديالهم يا ربي يعينهم. غادي نديروا واحد الحرشه اللي ممكن تبقى عندك 3 ايام 4 ايام في الثلاجه، بالعكس كل ما بردت كل ما كتكون لذيذه. بزاف الناس كيعرفوها راه كتكون يا اما كتباع في المحلبات بزاف باش نسهل عليكم، هي كتكون واحد المثلث اللي كيكون على شكل مثلث كتكون كتباع في المحلبات او كتباع في لي باتيسري. فغنعطيو الطريقه ديالها وتقولي انا كتجي لذيذه رخيصه ما كتعداش الثمن ديالها بزاف ومن طون كتجي كثيره يعني ولذيذه. فما نطولوش غادي ناخذوا الطريقه ديال التحضير ديالها المقادير. اذا ناخذوا المقادير عاد ناخذوا طريقه ديال التحضير. فغادي ناخذوا نص كيلو ديال السميده رقيقه اولا جوج زلايف ديال السميده رقيقه، جوج زلايف اللي كيعبروا الرابعه. غادي نديروا جوج زلايف ديال السميده ولا نص كيلو ديال السميده رقيقه.
غادي نديروا واحد الخماره ديال الحلوه، غنديروا واحد 4 معالق صغيره ديال الخميره ديال الخبز، ولا غير واحد الطريف اللي هو قد ضفر ديال الخميره بلديه خميره الخبز. غادي نديروا 4 ديال الحليب و4 ديال عصير البرتقال. هنا كيكون فقط واحد الحاجه اللي هي ممكن ما نديرش 4 ديال عصير البرتقال، ممكن ندير السيترو ديال الحليب كيف ما ممكن ندير السيترو ديال عصير البرتقال، او ممكن نستعمل 4 ديال الحليب و4 ديال عصير البرتقال. غادي نحك واحد القشره ديال الليمونه الا هي درت الليمون، يعني عصير الليمون او عصير البرتقال الا درتهم، غادي ندير قشره ديال البرتقال ولا قشره الليمونه نحكها، او لا الا درت السيترو ديال الحليب. واحد النهار ما كاينش الليمون في الدار، فالسيترو ديال الحليب هي كافي مع واحد الفاني ساشي ديال الفاني، او لا قشره الحامض، يا اما المنسمات يا اما قشره الحامض او واحد فانيا. غادي نديرو قبصه ديال الملحه، غادي نديرو كاس ديال السنيده، كاس ديال العنبه، كاس حتى الكاسونز على حسب الناس اللي كيبغيوها حلوه، يعني شويه مذاق ديالها حلو باين في الحلاوه، ممكن يستعملوا كاسونس، او ممكن يستعملوا يعني حتى الناس اللي ديابيتيك او الناس اللي عندهم السكري ممكن يستعملوا غير 4 معالق او لا غير معلقه كبيره ديال السكر اللي هو خاص للمريض ديابيتيك، يعني اللي عندهم السكرين ممكن يستعمل منه غير واحد شويه. ف ماشي ضروري حتى تكون حلوه باش تكون لذيذه، هي اصلا كتجي لذيذه. حتى الناس اللي هذا ممكن نستعمل غير واحد شويه ديال الحبات، غير واحد الحبات، واحد 4 الحبات ولا 5 ديال السكرين فقط، غير ديك النسمه هي اصلا كتجي لذيذه بحال اللي قلت. غادي نستعملوا معلقه كبيره ديال الزبده، ونستعملوا نص كاس ديال العنبه ديال الزيت. هادو هما المقادير اللي عندنا. غادي نعطيو الطريقه أو ميم طون غادي نذكرو بالمقادير. فغادي ناخدو نص كيلو ديال السميدة أولا جوج زلايف سميدة رقيقة، نديرهم في واحد البانيو ولا واحد الصلادير، وغادي نضيفو عليهم خمارة ديال الحلوة وحدة، وغادي نضيفو عليهم كاس اللي قلنا كنبداو من 4 كاس حتى الكاس ونص حسب الإختيار ديالكم. هي النورمال كاس ونص كتجيبها هي هاديك الحلاوة ديالها، فلكم نتوما حرية الإختيار. غادي نضيفوا عليهم سنيده، غادي نضيفوا قلنا الخماره، غادي ناخذوا الخميره ديال الخبز نذوبوها بشويه ديال الحليب باش كتذوب، عاد كنضيفوها. فقلنا غير قد ضفر ديال الخميره بلديه ولا الخميره ديال الخبز ضروري من ذوبوها. الزبده، الزبده اللي كتكون مرخوفه، معلقه كبيره ديال الزبده اللي كتكون مرخوفه، ونص كاس ديال الزيت المائده اللي هو كاس ديال العنبه، وكان نبسبسها باليد، يعني تبسبس هذا الخيط كله نبسبسوها هي. كنعرفوا السيده تبارك الله بالنسبه للمبتدئات، عاوتاني رجعوا باش ما نقولوش راه غير الحادقات ما شاء الله اللي كيطيبوا لي هذوك، عارفين بان اللي قلت لبسبسنا عارفين شنو هضرنا. فبالنسبه للمبتدئه غير الاصابع، فمنين كنقولوا غنبسبسوا السميده كنقولوها بالاصابع، يعني غير بالصبعان اللي كنجيبوا صبعاننا كندوروا داك الشيء، يعني كنخلطوا ديك السميده غير بالاصابع، ما كنعجنوهاش فقط غير فحال اللي كنخلطوها. من بعد كنضيفوا الحليب اللي هو نسيترو ديال الحليب او 4 ديال الحليب ولا 4 ديال عصير البرتقال، لكم حريه الاختيار. المهم التوتال او المجموع يكون عندي نسيترو، يا اما نخلطوا بالحليب او نسيترو ديال الحليب او نسيترو ديال هذا، المهم يكون عندي نسيترو. كنضيفوا كذلك كنخلط غير بالاصابع، هي الحرشه ولا السميده الرقيقه ما كتبغيش تعجن، فكنخلطوا ثاني بالاصابع. كناخذوا واحد المقله ثقيله اللي كنطيبوا فيها المسمن، كندهنوها بالزبده، كندهنوها مزيان بالزبده، وكنرشوها بشويه ديال السميده الرقيقه، وكنخويو داك الخليط كامل فيها، وكندخلو الفران. قبل ما ندخلها الفران كنحطها واحد 10 دقائق، عاد ديك الساعه كنقدر ندخلها الفران. فكندير واحد 10 دقائق ديك المقله ونحطها بحال اللي كنقول غترتاح. وعلاش حنا كنستعملوا هذيك 10 دقائق؟ لان هذيك 10 دقائق فيها غتشرب شويه ديك السميده وغتخمر شويه غترتاح، بحال اللي كنقولوا 10 دقائق نحطوها يعني غير هكا فوق البوتاجي، نشعلوا الفران وندخلوها الفران حتى كطيب تحمل على الوجه ديالها، وكنقدموها. هي كتجي خفيفه شكل الكيكه لانها كتجي شويه عريضه، ماشي كيكه ماشي حرشه، علاش كنسميوها الحرشه المالسه؟ فصدقوني بانها كتجي ديال راه كيشوفوها بزاف الناس. وهنا الا بغينا نعطيوها واحد القيمه اكثر كنجيبوا معلقه ديال لا كونفيتور
علقه كبيره ديال الكونفيتور ديال المشمش اولا الناباج اللي توفر على الناباج اولا شويه ديال الحليب المركز حسب شنو عندي في الدار. يعني غير معلقه لا كونفيتور، ما عنديش لا كونفيتور لا حليب مركز لا غليكوز لا هذه لا ناباج، ممكن نستعمل جوج معالق ديال السنيده وندير جوج معالق كبار ديال السنيده واحد ربع كاس ديال الماء وكنخليه حتى كيغلى مزيان وكيبدا يتقال شويه وكنهز واحد الشيطه ولا كنخليه برد شويه كندهن غير بيديا وكنرشها بشويه نحك عليها شويه ديال الشكلاط من الفوق. علاش كنديروا داك الماء والسكر ولا الكونفيتور ولا هذه غير باش يقبط لينا فوق من هذاك الشكلاط محكوك ولا اما الشوكولا محكوكه اولا شويه ديال اللوز مهروش اولا شويه ديال الكاوكاو اللي يكون عندنا منقي ومحمر نهروشو شويه نرميه فوق منها شويه ديال الكوك اللي عنده الكوك او الكاوكاو او اللوز ايفيلي او بحال اللي قلنا اخر ما كاين ناخذ درهم ديال الشكلاط يعني اربعه المربعات اربعه ديال المربعات ديال الشكلاط ونحكهم في الحكاكه ونزيلها الوجه ديالها نقدمها ممكن تبقى عندي اربع ايام خمس ايام صدقوني بانها ملي كتبقى في الثلاجه كتكون خلاص ملي كديرها في الثلاجه الغد اللي تجبيها واحد مثلات منها وتفطري به رائع ممكن تديوه معاهم الناس اللي كيفطروا في الحمام ديالهم. وهذه الحرشه المسا شنو كتسمى بالشماليه؟ احنا كنسميوها الحرشه مالسة قلتي لي مالسة كنسميوها الحرشة المالسة لأن فريمون تجي لذيدة بزاف تجي رائعة بزاف بزاف كتبرد هي رائعة بأنك تعطيها يعني للسيدة اللي غدا ولا الزوج ديالها بحال كنت أنا كندير كنصوبها فحتى فيني مين كنعطيها له باش يفطر بها فما كتفرتش باش هذه زوينه فيها ما كتفرتش واخا تبقى اسبوع في الثلاجه ما كتفرتش كتبقى هي هي بصحه ولا ذكر يعني الحرشه المالسه ولا ذكر الشمال غنمشيو لتطوان باش نكتشفوا هذه المدينه الجميله. احلى مغرب. طيب تطوان طبعا مدينه سياحيه ساحليه لقبها هو الحمام البيضاء اندلسيه طبعا منطقه جميله جات في منطقه فلاحيه على ساحل البحر الابيض المتوسط كاينه ما بين مرتفعات جبل درصا وسلسله جبال الريف. تطوان اللي كيميزه انها حافظت على الحضاره الاسلاميه وحتى المسيحيه واليهوديه اللي كانوا فيها بطبيعه الحال هو يتكيفات يعني مع ما يعني جاءت به العصرنه الى غير ذلك والحداثه ولكن بقات فيها مجموعه من المناطق هي جميلة جدا وتشهد على مجموعة من الحضارات. السكان ديالها كذلك معروفين بطبعهم الطيب التسامح وتعايش جميل جدا. ولا مشيتوا لتطوان ضروري خصكم تزوروا هاد الاماكن. كاين متحف الاثار القديمه كاين في تطوان يعني فيه او فيه يعني مجموعه من الاثار اللي كتشهد على فتره ما قبل التاريخ الاسلامي في المغرب العربي. يعني فيه مجموعه من الاثار جميله جدا كيف ما قلنا حي الملاح او حي اليهود في تطوان قديما يعتبر هذا الحي هذا من يعني جميل جدا وكيجيو ليه السياح بشكل كبير. يعني حداه بزاف ديال المواقع ومعالم اخرى بحال متحف الفن الحديث وقصر حسن الثاني الجامع الاعظم او الجامع الكبير اللي تبنى في القرن 15 هو واحد من اهم المعالم الاسلاميه في المدينه. كاينه كذلك الكنيسه ديال سجل المطامير اللي كاينه تحت الارض بحيل المطامير وحده من الاماكن الجميله التاريخيه كذلك والعريقه في تطوان. كاين مو معنى انه ما كاين بزاف ديال المآثر في تطوان قصبه سيدي المنضري جامع القصبه سقايه باب العقله سور المدينه القديمه الحصن ديال السقاله كاين المتحف كذلك الانثوغرافي كاين دار الصنائع متحف المقاومه المتحف الديني متحف الفن المعاصر المدابغ كذلك ديال الجلد تقدروا تشوفوها. واللي بغى يعني هذه طبعا السياحه الثقافيه الى بغينا نسميوها واللي بغى يتبحر فكاين وادلو بحر ديال الشاطئ ديال وادلو وكاين قريب تقريبا 45 كيلومتر على تطوان كاين مارتيل كذلك 12 كيلومتر على تطوان كاين المضيق 15 كيلومتر كذلك وكاين كاين مجموعه من الشواطئ يعني فيها منتجعات سياحيه جميله كاينه ما بين الفنادق والمضيق. وبطبيعه الحال الحديث على هذه المدينه جميله اكثر معنا هدى اليداري الخبيره في الطبخ والخبيره في السياحه لان بنت تطوان غتكلم لنا على شي منطقه اخرى اللي ما ذكرناهاش في تطوان. عرفتي شنو غديري؟ قولي لنا منين غتقداو؟ منين غادي تقدي من تطوان؟ اغلبيه من فنادق هو اللي كيكون مشهور بانه تقدي. كاين سوق القرنه قلنا عاود رائع كاين شي حوايج ما كايناش في فنادق كاين شي حوايج اللي هي الا بغيتي تشري حوايج اسبانيا يعني ملابس اسبانيه 100% هي سوق القرنه لان فنادق رغم ذلك كيكون فيه يعني ديماك ماشي ضروري ديال اسبانيا واخا عرفنا بان كتجي السلعه من اسبانيا بزاف ومن السبته ولكن سوق القرنه اكثر باب النوادر حتى هو كذلك يعني الا بغيتي شي حاجه اللي طليق
الخرجة ولا الهادي فباب النوادر أو السوق القرنة، هادو جوج الأسواق اللي هما مهمين. أما اللي بغيت بحر تريس بيدرس، تريس بيدرس هما ثلاثة الحجرات كيتسماو. فالبحر مني كتوقفي كتشوفي شنو كاين لتحت، يعني كتوقفي درجة النقاء ديالو الصفاء كتشوفي بأن كاين الحجيرات اللي كاينين لتحت كتشوفيهم بعينك، فما كاينش حس الماج. ما تخافيش على ولادك لأن البحر الميت هذاك كنسميوه حنا البحر الميت. تريس بيدرس هو اللي كتهبطي من فنادق يعني من المضيق، من المضيق وكتبداي غادة. كاين لامينس، كاين واحد البحر ديال لامينس اللي كنسميوه البحر الامين. كتفوتيه كاين تريس بيدرس الثلاث حجرات، لان كيسمي ثلاث الحجرات. ملي كتقربي الفنادق باقي لك واحد 10 كيلومتر يعني على الفنادق، كتلقاي من المضيق للفنادق كتلقاي واحد البحر اللي كيسميوه تريس بيدرس، اروع بحور اللي ممكن، البحر اللي ممكن تشوفيه يعني في المغرب. انا كنقول طيب هذه مدينه تطوان، واللي باقي ما سافرش كذلك في هذا الاسبوع اخر اسبوع في العطله نصحوكم كذلك انكم تسافروا لتطوان وتقدوا منه بالصحه والراحه. احلى مغرب. ونرجع لك خبيره الطبخ، دابا خبيره الطبخ ماشي السياحه، باش عطينا اللحم اللي قلتي لنا شنو على شكل ماذا؟ اللحم اللي بغاو كان طلبات عليه وبزاف ديال المبتدئات ياخذوا ورقه وستيلو معنا باش تعرضي لحماتك، تعرضي على لوزتك، تعرضي على لوزتك، راجلك يعرض على صحابه، غادي تصوبي اللحم نعطيك طريقه ديال التحضير. اما لليتي الحادقات ما شاء الله تبارك الله عليهم هذوك راهم عارفين. فغادي ندوزو نحضروا اللحم، غادي ناخذوا تبصيل الا غادي عندي عراده ديال 10 ديال الناس او لا عندي 10 ناس 8 ديال الناس، ف 3 كيلو ونص حتى 4 كيلو ديال اللحم ديك الامينه على حسب الطبق الاول شنو فيه. كان شي حاجه شهيه راه دجاج، نعطينا الدجاج حوال يعني الحطه كتبقى خصها ما تكونش اقل من 3 ونص او 4 ولا 4 باش كتعطي واخا ما ياكلوش وتيبقى فيك ما كيتكلش ولكن معدك مزيان. ولكن علاش غيبقى فيك؟ الا كان الطبق الاول علينا غيبقى فيك انت ولا غيبقى في الضيوف؟ يبقى فيا انا كضيفة فيه الفلوس. لا حطيتي فلوس ما غيضيعش، غديري في دي بتي بواط، غديري في دي بواط صغار ما يطيب واحد النهار. شحال كاع تاكلي فيه تنتي نهار ولا ما تقدريش تاكلي؟ انت تاكلي 3 كيلو انا هدى امين غتاكلي 3 كيلو ديال اللحم. لا قلت لك اللحم يعني هو شاط، شحال تاكلي فيه كاع نهار الغد ليه وصافي ما تقدرش تبقي تاكلي فيه. ديري في كونجيلاتور، كونجيلاتور وقت اللي بغيتيه جبدي ديري حل اخر. مازال تعطينا شي حل اخر راه يلا حل اخر ديروا به شي حاجه وراه هذاك هو الحل الاخر اللي غادي نعطيك. انا بعد الوصفه غادي نشوف الحل الاخر. داكوغ فغادي ندوزو ناخذوا اللحم. اللحم على ما اظن امينه تبارك الله خبيره في التحضير ديال اللحم محمر احكر بالاناناس وبادي، فهي تبارك الله لها خبيره فيه. غادي ناخذوا 3 كيلو ونص اللحم. اول شيء غادي نحضروا، شوفوا حتى لا حبيبتي تشهيتي واحد النهار اللحمه محمره جيبي غير نص كيلو ديال اللحم وشرب ليها وطيبيها وحطيها انت وليداتك ولا انت راجلك. نعم فغادي ناخذوا، فبالتالي ماشي ضروري بانه يكون 3 كيلو ونص 4 كيلو، فممكن لا تشهينا واحد النهار ناكلوا حنا حتى حنايا الاطباق ديالنا في الدار، ماشي ضروري تندير 3 كيلو ونص يكون عندي عراده عاد نديرو. فاحنا غادي نعطيو 3 كيلو ونص للناس، وانتم كل واحد فيكم يقدر يدير نص كيلو او لا كيلو او لا رابعه حسب الاختيار كل واحد من طبيعه الحال. غادي ناخذوا نشربوا اللحم قبل، غادي ناخذ واحد البانيو غادي ندير فيه كاس ديال الماء ديال العنبه، غادي ندير فيه جوج عواد ديال القرفه، غادي ندير جوج حبات ديال التمر غادي نرميهم هذوك غير باش ما ننساهمش، حيت انا دابا كنقول باش ما ننساهمش. فغادي نعطيو المقادير على ما اظن في الاول باش يقيدوا معنا باش ما يتلفوش. اوكي يلا، اذا عندنا 3 كيلو ونص ديال اللحم حتى 4 كيلو، عندنا كاس ديال الماء ديال العنبه باش نشرب منه هذا اللحم، عندنا جوج عواد ديال القرفه، عندي معلقه كبيره ديال سكينجبير، معلقه كبيره ديال العطريه ديال اللحم، نص معلقه صغيره ديال الابزار، نص معلقه صغيره ديال الثومه غبره، معلقه ديال السمن، شويه ديال خليط الزعفران اولا شويه ديال الخرقوم بلدي ومعاه يعني شويه هي واحد نص معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، وكنضيفوا معاه شويه ديال الزعفران حر. ما عندكش زعفران حر ممكن تستعملي ضامه ديال الزعفران.
غادي نستعملوها كنديروا فحال اللي قلنا لعبه ديال القرفه، وكنستعملوا واحد الرز المعلقه فقط ديال القرفه اللي مطحونه، والثومه غبره. ما عنديش ثومه غبره في البيت، ممكن نستعمل غير ريس واحد فقط ديال الثومه، وواحد معلقه كبيره ديال الربيع مقطع. بزاف الناس كيقول لك لا اللحم ما كنستعملوش فيه الربيع، فغير معلقه واحده في 3 كيلو ونص ما كتاثرش، زائد بانها ملي كيطيب اللحم ما كيبقاش يبان داك الربيع، فكيعطي داك النسمه ديالو. حتى الناس اللي ما كيبغيوش مقطع ممكن يديروا الربيع يجيبوه يربطوه، واحد الربطه ديال الربيع وكنستعملها. السمن بحال اللي قلت معلقه فقط غير صغيره، الا كان السمن حار والسمن مزيان فغير معلقه صغيره كافيه. غادي نشرملو ديك اللحم ديك الشرموله، غادي ناخذوا هاد التوابل كلها غادي نخويوها في واحد البانيو، وغادي نديرو كاس ديال العنبه، وغنضيف ديك جوج تمرات اللي كنحيدوا لهم العظم وكنضيفوهم. هذاك التمر علاش كنضيفوه؟ لانه واخا ملي كيطيب اللحم ما كيبقاش يبان، فيكون داك داك التمر اللي هو رطب نحيدوا له العظم ونرميوه، هو كيعطي واحد التعليكه في اللحم. من بعد ما شرملنا اللحم مزيان كنديروه كنخليوه، هو احسن حاجه هو نشرملو اللحم ونخليوه مده ديال واحد ساعه، نغطيوه نديروه في الثلاجه ديك البانيو ونخليوه مده ديال واحد ساعه حبه. هذا الا شرملناه كاع بالليل كان احسن واحسن، وكنخليوه مرقد. الغد ليه كناخذ واحد الطنجره كندير فيها ديك اللحم وكنشحرو غير في داك الماء ديالو. من بعد ما كيتشحر مزيان ديك اللحم، يعني شحرناه مزيان، كناخذوا البصله اللي كناخذ كيلو ديال البصله مشلده رقيقه، هذا كيلو ديال البصله مشلده رقيقه كنشحرها كنقسمها على جوج، كناخذ واحد المقله كبيره ولا واحد الطنجره وكنشحرها. صدقوني بانه ملي كتشحروا البصله ما كديروهاش خضراء مباشره، كتذوب بسرعه، فبسرعه كتخطر اللحم، يعني ما كتاخذش الوقت باش تطيب، ما كتبقاش باينه طيب، فكتجي بحال اللحم اللي كنقولوا حنا اللحم ديال العرس، كتجي معلكه بزاف. فنشحروها غير بشويه ديال الزيت، هي كتشحر فقط غير بشويه ديال الزيت، كنقسموها على جوج لان كيلو بزاف على باش يتشحر مره واحده. من بعد ملي كنقسموها كنشحروها النص، وكنرجعوا نشحروا النصف الاخر. من بعد كنضيفوها على اللحم، وكنضيفوا مباشره ملي كنضيف ديك البصله كنضيف كاس ديال الزيت اللي هو نصف زيت الزيتون والنص زيت المائدة. ما توفرش عندي، ما كانش عندي زيت العود في الدار هذاك النهار، ممكن كاس ديال زيت المائدة فقط نضيفه ونخلي اللحم ملي كنديرو ملي كيتشحر مع داك الزيت عشان داك البصلة وكينسجموا واحد 5 دقائق، كنضيف عليهم واحد 2 كيسان كبار حتى 3 كيسان ديال الماء. ماشي كمية ديال الماء هي اللي غطيب اللحم، شي داك التمر بعدا اصلا كيساعد بان اللحم كيطيب، يا فا 2 كيسان كبار 3 كيسان كبار ديال الماء، 3 الكيسان كافيين بانه يطيب، يعني انا كندير فقط غير 2 كيسان وكيطيب اللحم فيهم خير. فكنسد الطنجره ولا كنسد الكوكوط اللي عندي كوكوط كبيره اولا الطنجره، وكنخليها كطيب. ما نجهدش البوطه بزاف، يا ريت يا ريت يا ريت يكون عندنا الفاخر وعندي شي سرجم ندير فيه داك الفاخر تيزند ونحطو ونخلي داك اللحم حتى كيطيب مزيان. من بعد ما كيطيب كنهز داك القطع ديال اللحم كنهزهم كنحطهم في واحد اللاطه، وكندهنهم بشويه ديال العطريه ديال اللحم وشويه ديال الزبده، كندخلهم للفران، وزائد معلقه ديال العسل. ملي يكون غادي ندير معلقه ديال العسل صغيره كنخلطها مع ديك الزبده ومع ديك العطريه وكندير. علاش ديك المعلقه ديال العسل؟ كتعطي اللون للحم بحال اللي حمرتيه، يعني بحال اللي مشوي، داك اللون ديالو كيجي رائع. فكندخلو الفران كنخلي ديك البصله كنعري ديك الطنجره وكنخلي ديك البصله حتى كتعلك، وهي كطيب وهي كطيب حتى كتاخذ اللون ديال داك البني اللون ديال العراس. من بعد ما كيطيب اللحم كيتحمر كنخرجو كنضيفو في ديك الطنجره وكنغطيها، كنحاول تنطفي البوطه ونحط ديك القطع ديال اللحم، وناخذ واحد الميكا بيضاء نغطي بها داك الوجه عاد نحط الغطايا. علاش؟ لان بغينا داك اللحم يرجع فيه داك الصهد، دائما البوطه قلنا طافيه، يرجع الصهد في ديك اللحم، لان مباشره خرجتي من الفرن مباشره طفيتي البوطه على البصله تعلكات مزيان وطفيتي عليها البوطه، حطي اللحم ديري واحد الميكا وديري غطايا فوق منها. علاش؟ لان بغينا داك اللحم ترجع فيه الصهد، فمجرد بانك تمسيه بصبعانك كيتقطع، فكيولي اللحم فتي ما كيبقاش ديك اللحم
ناشف ولا كتبقي تجريه باش تاكلي فكيولي مباشره بانك غير كتقيسيه بالاصابع ديالك كيتقطع. من بعد كندوزو للتزيين ديالو بيد من هو رجعت فيه شويه ديال الصاد كندوزو للتزيين ديالو اللي هو الاناناس اللي هو البرقوق اللي هو المشمش. كنا كنعرفوا كيفاش نحضروا البرقوق نحضروا الاناناس. الاناناس سهل فناخذوا الاناناس سواء معلب او لا جبتي اناناسه وقطعتي نقيتيها وقطعتيها دوائر اولا خديتي معلب كيتصفى من الماء ديالو مزيان. وكناخذ واحد المقله كندير فيها معلقه ديال الزبده كبيره جوج معلقات ديال السكر سنيده اولا معلقه كبيره ديال العسل وكندير واحد معلقه من الماء ديال الاناناس كيتشحر ديك الزبده كتذوب وكيدوب ديك سنيده ولا العسل حتى كيوليو شويه على شكل كراميل. عاد ديك الساعه كناخذ القطع ديال الاناناس كناخذ ديك القطع ديال الاناناس وكنبقى نحمرهم من هنا ومن هنا بحال اللي كنعسلهم كنحطها كتعلق شويه وكنقلب على الجهه الاخرى حتى كتعلق مزيان وكنفندها بشويه ديال اللوز اولا غير كنعسلها هكاك وكنحطها ولا نفندها بحال اخر شويه اللوز ايفيلي وكنقدمها فوق قطع ديال اللحم اللي في الطبسيل كنقدمهم بالصحه والراحه. يعطيك الصحه شكرا لك. الحيمات يعني من اقتراح هدى اللي داروا اكيد غادي يكونوا بنين اللي استبعتوا الطريقه ديالها رغم انه فقط بين قوسين هذه مساله كنقول لكم اللي كنتوا كتعلموا عند هدى في المدرسه فالطريقه اللي كدير اليوم ما كديرش غدا وهذه فيها واحد الايجابيات بالعكس يعني بزاف الناس يقولوا منهم انا ربما في الاول تيقول لك ماشي نفس الطريقه ولكن بالعكس يعلمك تتعلمك انك ديري نفس الوصفه بطرق مختلفه يعني غير الاساس او القاعده هي اللي كتبقى وهذا جميل جدا. بدا التقياد عندك لاله هدى؟ بدا التقياد الحمد لله بدا من البارح بدات قياد من البارح واليوم ام طبيعة الحال لا خديت لكم فوج ديالكم خاص ديال بدات قياد البارح بدات قياد البارح باش ما ساليتيش ديك لا كوموند حصلتك يا هدى. لا لا واخا البارح لا صراحه مع ديال الناس اللي جاوا ما لقاونيش حيت جاوا بزاف ديال الناس باش يتقيدوا ما لقاونيش مع الاسف لقاو الاب ديالي تحيه الاب ديالي الحاج محمد يداري اللي كان البارح مسكين عندي واستقبل بزاف ديال الناس اللي بغاو يتقيدوا وخدم عندهم تليفونات فان شاء الله اليوم غادي يكون عندنا تقياد ان شاء الله ابتداء الاسبوع كله ان شاء الله لتقياد هنا دار بيضاء في الرباط بالتوفيق. شكرا لك. شكرا هين شكرا امينه تحيه لبيروك لعائله بيروك وتحيه لفاتي فتفوته الجميله والغزاله فاتي فاطمه الزهراء. طيب ميرسي حبيبتي من كيسمع لنا وغدا ان شاء الله موعد جديد من شذا الاسره واخر مواعيدنا او لا باقي الخميس غدا غادي يكون معنا الدكتور محمد احسين اخصائي في التغذيه سالا الكونجي ديالو غدا ان شاء الله غادي يكون معنا والخميس ان شاء الله غادي يكون اخر موعد في هذا الاسبوع هذا وغتكون معنا اكيد هدى اليداري. الى ذاك الحين كنقول لكم السلام عليكم وليكم من امينه كالعاده اطيب تحايا.